هالشغل هالشغل. ليلى شو البنت هلا؟ أنا سعقاد صاحب ورشة قطنية هون بالأشرفية. بعد ما تفشل وباء الكورونا بالعالم حاولنا نحن نلبي محتاجات السوق، قمنا بتجهيز هالورشة هي وقلبناها لورشة كمامات مشان نلبي الاحتياجات تبعت المنطقة تبعت الأشرفية والشيخ مقصود. والهدف من هالورشة هو هدف إنساني في المرحلة الأولى، يعني في الدرجة الأولى، فنحن عم بيعها حتى للمستهلك بسعر التكلفة، وعم نقوم باليوم تقريبا شي 20,000 كمامة يدوب اللحق فيها احتياجات المنطقة عنا هون. وبالنسبة للتعقيم، بالنسبة لعنا تعقيم الكمامات، في عنا لجنة مختصة هي لضبط الجودة والتعقيم، وعنا هون كمان كل يوم تقريبا شي 1500 كمامة نوزع للمؤسسات اللي استثنوا من الحظر، عم نوزع هون للمنطقة.